معكم طلاب الرابع إعدادي ودرس جديد، واليوم بيونت 5 لسن 7. الدرس يعني أكو اختلاف عليه، بعض المدارس يطلبوا بالامتحانات، بعض المدارس يقولون لا هو ما إجانا كتاب يقول إن هذا الدرس مطلوب. أنا راح أوضح معنا وراح أشرح المطلوب من عندنا كامتحان، لكن يبقى الموضوع يم الأستاذ نفسه إذا راح يدخل الدرس كأسئلة وأجوبة كقطعة استيعابية أو لا، رغم أنه المفروض تنزل كتب رسمية تبلغ شنو القطع المطلوبة للاستيعاب. طلاب، من أقول قطع استيعابية معناها القطع اللي يجي عليها سؤال وجواب، سؤال القطع تسموه أنتم. شوفوا يا نبدي بسم الله الرحمن الرحيم لسن 7. عندنا صور متنوعة ورح نبدي نقرأ. طبعا الدرس مالتنا عنوانه glass blowing، اللي هو يعني النفخ بالزجاج. شوف انتبه، طبعا هاي نسخة الكتاب التعبانة الوحيدة اللي قدرنا نحصل عليها نسخة كتاب، فعذروني. بس من رح ننتقل على الملزمة، الملزمة طباعتها واضحة طبعا أكيد. If you are traveling to Lebanon, إذا تسافر لبنان، try to see some of the gorgeous. Gorgeous هاي الكلمة جدا مهمة، راح تنسأل عليها بالامتحان. Gorgeous يعني beautiful، جميل. Objects أشياء جميلة. People make there، الناس تصنعها هناك بلبنان. ده يحكي على الحرف اليدوية. هو some of the most popular crafts، من أكثر الـ popular crafts الحرف الشائعة، يعني المهنة الحرفة الأعمال الشائعة، are embroidery. Embroidery طلاب يعني التطريز. هذا بعد شنو أكو؟ copper graving. copper graving يعني شلون أقول لك، النقش على النحاس، هذا يسموه copper graving. تجي على بعده عند glass blowing. glass blowing هذا النفخ بالزجاج، الزجاج وبالنار يموعوه وينفخوه ويسوون منه مزهرية على طاسة على أشكال يعني زجاجية حلوة. glass. If you are lucky، إذا كنت محظوظ، you can visit a workshop، تزور ورشة عمل، وأشرها مهمة جدا. workshop ورشة عمل. and see how the objects are made، تتفرج شون يصنعون هاي الأشياء. glass الزجاج was known in the Middle East over 4,000 years. عرف الزجاج بالشرق الأوسط، عرفوه قبل 4,000 سنة، بس كان أثخن من التقنية اللي هسه قاموا يصنعوها، كلش خفيف شلون الاستكان، بينما قبل كان شلونه أثخن. Years ago people used to use the glass، الناس تستخدم الزجاج to make things، تصنع أشياء like bowls يعني الطاسة الإناء، vases مزهرية، jewelry اللي هي الإكسسوارات، بس مو الذهب يعني مجوهرات jewelry، بس هي يعني الزجاجية. but the glass was thicker، كان الزجاج thicker يعني أسمك، thick ثخين عكس slim رفيع. بعد then the glass we know today، أثخن من الزجاج اليوم اللي نعرفه. then over 2100 years ago، قبل أكثر من 2100 سنة، Syrian craftsmen، لكرافتسمن حطها بدائرة مهمة جدا، بعد شوي راح أحكي لك عليها، الحرفيين يعني الناس اللي تشتغل بهاي المهن، invented glass blowing، هم اللي اخترعوا العمل بنفخ الزجاج. They used this technique، استخدموا هاي الطريقة الأسلوب التكنيك، to make finer more beautiful glass objects، يصنعون أشياء أجمل من الزجاج، أشياء زجاجية أجمل مرة على مرة. glass blowing نفخ الزجاج has been a popular craft، يعني حرفة شائعة، for centuries in Lebanon، لمدة قرون طويلة. centuries يعني فترة كلش طويلة، مئات السنين في لبنان. today it's used by some small families، يعني family businesses، يعني بعض العوائل الصغيرة مسوية ورش بالبيت أو مكان صغير، متوارثين المهنة من أهلهم ودا يشتغلون بها، يعني قل عدد الناس اللي يشتغلون بهذه الحرف. The skills، أشر لي skills وأشر لي family businesses، كلها مهمة. وskills يعني مهارات. used are passed down from father to son، يعني يأخذها من الأب لابنه وهكذا. and the craftsmen are proud of their work، ويكونون ذول الحرفيين
proud فخورين of their work بعملهم. Unfortunately, لكن لسوء الحظ, it is difficult to make enough money just by blowing glass. يعني الفلوس اللي يحصلوها من هاي المهنة ما توفي. يعني فلوس قليلة ما تعيشهم. لذلك many craftsmen have to have other jobs. حياخذون يعني كثير من الحرفيين لازم يشتغلون شغلة أخرى على مود يقدرون يعيشون. طلابي رح ننتقل للملزمة ونوضح المطلوب من أدنى لهذا الدرس. الملزمة وياي هاي الصور, هذه الترجمة للكلمات اللي قلتها, وهذا شرح القطعة باللغة العربية. وراها يعني ترجمة قصدي, والمفردات كل مفردة ومعناها للي يريد يتأكد من المعاني اللي عنده. ونجي على كتاب النشاط. سؤال الأول مهم بحاله, إذا الأستاذ قال هاي القطعة أريدها للامتحان التحريري تحفظون سؤال وجواب, إذا قال لكم لا ما أريدها للامتحان التحريري بس قراءة معاني, اتفقنا؟ أول شيء نبدي. What are some popular Lebanese crafts؟ شنو بعض المهن البوبولار الشائعة بلبنان, الحرف؟ الترجمة قدامك. Embroidery اللي هو التطريز, copper engraving النقش على النحاس, and glass blowing ونفخ الزجاج. 2. Where was glass blowing invented and when? أين اخترع نفخ الزجاج ومتى؟ بسوريا قبل 2100 سنة. إذن in Syria over 200 years ago. والترجمة قدامك. 3. How was the glass that was used before then different? شلون كان الزجاج يستخدموه before كان different عن هسه؟ كان thicker. يعني شنو thicker؟ أسمك. It was when thicker. How long has glass been known in the Middle East? منذ متى يعرفون الزجاج في الشرق الأوسط؟ أكثر من 4000 سنة. Over 4000 years ago. Why is this technique important? ليش هاي الطريقة مهمة؟ الجواب because, أو العمل المقصود بهذا العمل مهم. Because craftsmen could make finer and more beautiful glass objects. يقدرون يصنعون أشياء أحلى و more beautiful وأجمل. يقدرون يصنعون أشياء أحلى وأجمل من الزجاج. How do the Lebanese glass blowers learn the skill? كيف تعلموا ذول اللي يشتغلون بنفخ الزجاج؟ شلون تعلموا المهنة؟ From their fathers, من آبائهم. سؤال 7. In glass blowing done, is glass blowing done in large factories? هل نفخ الزجاج يتم بورش أو بمعامل كبيرة؟ بمعامل كبيرة؟ الجواب no, in a small family business, في ورشة صغيرة ببيت العائلة. Why do, مو شرط بالبيت يعني محل ويشتغل به. Why do many glass blowers have to do other jobs? ليش لازم اللي يعملون بنفخ الزجاج يشتغلون يقولهم شغلة أخرى؟ السبب بسيط, لأن الفلوس ما تكفي اللي حصلوها من نفخ الزجاج. Because it is difficult to make enough money from glass blowing. والترجمة, لأن من يعمل بهذه الحرفة لا يجني ما يكفي من المال. اجينا على التمرين B, طبعا غير مطلوب. شفوي غير مطلوب, ما يرهم يجي تحريري. Listen to the interview, اسمع المحاورة. With هادي ارجع اسمع أمرت اللغ. هذا كله شفوي, يعني الطالب لازم سامع كاسيت على مود يقدر يجاوبه. هذا بس للنشاط الصفي, ما يجي بالامتحان التحريري. تنزل على الجوار, write strong adjectives, هذا أهم شيء عندك. حفظ إملاء وجملة على المرادفات. يقول لك انطيني الجمل بعد these meaning adjectives with these meanings. شي يريد, يريد منك مرادفة بالمعنى مهمة. اكتب صفات مرادفة لما يلي ثم مثل بجمل. Very good, ما معنى very good؟ Fantastic. طلاب كتبوا حفظ إملاء جاية بالامتحان الشهري. Very good, fantastic. The music tonight is fantastic. Very tiring, متعب. Exhausting, يعني مرهق. The job is exhausting, هذا العمل متعب, مرهق. Very bad, شوفوا ترى تدري الإنجليش تدري
كل ما تتطور باللغة راح تلاحظ إنه ما يستخدمون very، يستخدمون كلمات أقل. يعني كلمة very bad ما يقولها، يقول terrible، ما يقول very good، يقول fantastic، وهكذا. إذا أنا عندي very bad، terrible، شنيع، سيء جدا. The accident was terrible، الحادث كان شنيع. أربعة very happy، thrilled، فرحان جدا، بجنون يعني. Everybody was thrilled by the end of the film، فرحوا بنهاية الفيلم. Surprising يعني شيء مدهش. Amazing مدهش. This building is amazing. Very beautiful gorgeous جدا جميل. The bazaar is full of gorgeous objects، السوق مليء بالأشياء الجميلة. وهنا الحمد لله انتهينا من lesson 7، وإن شاء الله نلتقي بالدرس القادم مع lesson 8. Thank you.